أن الحب يرتبط بماذا؟ هذا الحب وهذه درجات الحب بماذا ترتبط؟ الجواب: الحب من أهم عوامله المعرفة. الإنسان الذي يعرف الشخص يعرف كمال الشخص، يعرف خلق الشخص وسلوكه، ينشد طبيعيا إلى ذلك الشخص. الأشخاص الذين لم يحبوا أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، الأشخاص البعيدون عن أهل البيت، لماذا هم كذلك؟ لأنهم لا يعرفون أهل البيت. كلما ازدادت المعرفة ازدادت درجة الحب. النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينقل المؤرخون أنه قال: لولا رأى عليا في قضية مفصلة، وقال: لولا أني أخاف أن تقول فيك أمتي ما قالت النصارى في المسيح ابن مريم، لقلت فيك قولا لا تمر بملأ إلا وأخذ التراب من تحت قدميك. كلما ازدادت درجة المعرفة ازدادت درجة الحب. الأشخاص البعيدون عذرهم أنهم لم يعرفوا أهل البيت في حرب صفين، في تلك الحرب المعروفة، كان هنالك أخوان اثنان، أحدهما في جيش علي صلوات الله وسلامه عليه، والثاني في جيش معاوية. التقى الأخوان، هذا الأخ قال لذلك الأخ: لماذا أنت في جيش معاوية؟ لماذا تحارب معاوية؟ أنت ما تعرف معاوية؟ قال له أخوه: أنت لماذا في جيش علي؟ السؤال مردود عليك، أنت لماذا تقاتل مع علي صلوات الله عليه؟ قال له: لماذا؟ قال: علي لا يصلي، علي الذي لا يصلي كيف تحارب معه؟ لاحظ التعتيم، لاحظ تلك الأجواء التي صنعها بنو أمية. هذه الأجواء مو مال ذلك الوقت، إلى الآن هذه الأجواء موجودة. أنتوا لا تنظروا محيطا معينا، الكثيرون لا يعرفون شيئا عن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، لأن هذه الكلمة كلمة أهل البيت لم تصل إليهم. هذا شاف أن الكلام لا ينفع، قال له: أنا عندي طلب منك. هذا الطلب: تعال وشوف علي. هذا هو، أنت تعال فقط ألق نظرة واحدة على علي صلوات الله عليه، وأنا أعطيك الأمان في المعركة، والتفصيل مذكور في كتاب الجهاد. إذا واحد من المسلمين أعطى أمان لواحد من الكفار، قال له: أنت في أماني، أنت آمن، بعد ما إلى واحد حق يتعرض لهذا الشخص، هذا في أمانة. قال: أنت في أماني، لن يتعرض لك أحد بسوء. إجا هذا الرجل وجاء ونظر إلى علي صلوات الله وسلامه عليه نظرة واحدة، كانت هذه النظرة كافية لأن تقلبه من ذلك الخط إلى هذا الخط. انتقل من جيش معاوية إلى جيش علي صلوات الله عليه بنظرة واحدة إلى ذلك المحيا النوراني.
الحقيقة الناس لا يعرفون، لو عرفوا لاتبعوا، لو عرفوا لأحبوا، ولكن الناس أعداء ما جهلوا.